بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هنا كنشوفوا عندنا منصة ديال الابتكار اللي كتخص بعض الأصناف ديال النباتات الزيتية. كنتكلموا هنا على السلجمة والكورزا، نوار الشمس والقرطم. هنا هنا كتشوفوا هذه نظرة شاملة على التجارب كلهم. من بعد غادي نقربوا على كل منصة منصة باش نتحدثوا عليها بتفصيل. غادي نبداو بالمنصة ديال السلجم او الكورزا. هذه واحد تجربة على الاصناف ديال المعهد الوطني للبحث الزراعي، اللي هما ستة ديال الاصناف اللي كلها مقيدة في السجل الرسمي. اذا حنا درنا هذه باش يتعرفوا عليها الفلاحة والمصنعين ديال هاد النباتات الزيتية. وهنا تجدر الإشارة أننا كنا غادي ندير واحد يوم دراسي، أبواب مفتوحة باش نعيطوا للناس، نستدعيوا الفلاحة ونستدعيوا المصنعين وبعض يعني الشركاء ديالنا في التنمية الفلاحية وال يعني الكونسي أغريكول، يعني الاستشارة الفلاحية، باش نشاركوا معهم هاد المنصات هذه ولا النتائج ديال هاد المنصات. ولكن للاسف مع الظروف الحاليه القاهره ما تمكناش باش ننظموا هاد اليوم الدراسي. ولكن كيف ما كان الحال، حنا دابا غادي نتحدثوا شويه على هاد المنصه هذه، ونبينوا للناس الاصناف اللي كاينه والفرق اللي كاين بين هاد الاصناف هذه. إذن هذه المنصة ديال الكولزا اللي هي فيها ديال ثلاثة ديال لي بلوك. يعني كنديرو تكرار ديال كنديرو في البلوك الأول، في البلوك الثاني، وفي البلوك الثالث ليه. يعني كما قلنا عندنا ستة ديال الأصناف. كيف ما كتشوفوا، رغم الظروف المناخية الصعبة صعبة جدا أقول ديال هاد الموسم هذا، إلا الحمد لله أننا استطعنا باش ننجحوا هاد التجربة بالمجهود والتكاتف ديال جميع العاملين بالضيعة هنا، مشكورين اللي حاولوا يجيبوا واحد جوج حتى ثلاثة ديال السقيات. إذا هنا هذا الصنف اللي كنشوفو الأول هو صنف مفيدة. هذا الصنف مفيدة هو من أول الأصناف اللي تسجلات عندنا، اللي ابتكرناها في بداية الألفية الثالثة، وبالضبط فهو تسجل ولا تقيد في السجل الرسمي في 2009. اذا هذه هي مفيده وهي سلاله نقيه ليني بور. اذا هذه حتى هي راه ديال مفيده كما كتشوفوا. لان كاين هذه الفروق، فهي غير الظروف الصعبه اللي كانت كما قلنا، وحتى السقي ما كانش بطريقه متجانسه. ولكن كيبان لكم يعني لا بيرفورمانس لو بوتونسييل ديال لا فاريتي مفيده. هذه لا فاريتي عادله، فهي من فاريتي سينتيتيك، يعني مركبه، هو صنف مركب اللي الاصل ديالو جا من يعني التهجين ديال واحد ربعه ديال السلالات النقيه. هانتوما كتشوفوا لي بيرفورمانس ديالها، هي يعني فهو الصنف يعني جد وتأقلم. والاصل اننا علاش بدينا كنديروا هاد الاستنباط ديال الاصناف المركبه، فهو اللي يعني اللي لمجابهه الظروف المناخيه الصعبه في اطار التغيرات المناخيه اللي كتشهدها بلادنا. فاننا حاولنا نديروا نمشيو للاصناف المركبه اللي هي اللي كتقاوم هذه التغيرات المناخيه اكثر من السلالات النقيه. انتم كتشوفوا لي بيرفورمانس ديالها، فهي يعني لا باس بها في الظروف هذه المناخيه. اذا هذه كنذكر فهي الصنف عادله، وهذا متسجل في نهايه 2015. هذه سلاله اخرى اللي هي سميتها عاليه. هاد عالية هادي تاي من السلالة النقية اللي في حقها آخر أو من أواخر استنبطات
أو تسجلات في 2017 في أواخر 2017، فهي سمينا عالية لأن عالية ملي كتكون الظروف المناخية جيدة و كيكون المناخ معتدل وكتكون كتكون اللي وفرت التساقطات المطرية فهي كتكون عالية، ولكن عندها واحد الميزة اللي كتميزها هي أنك تتأقلم مع الظروف، فاللي كتكون مثلا الظروف المناخية صعبة فهي كتحاول تسرع الدورة البيولوجية ديالها، وكتحاول أنها في أسرع وقت ممكن تسالي الدورة ديالها بلا ما تطوال، لأن يعني يقولك أصلا كتكون طويلة كتوصل تقريبا تلج الأمطار في الحالات المناخية الملائمة، ولكن هنا كيف ما كتشوفوا فهي ما تتجاوز واحد المتر متر وعشرة سنتيم تقريبا. إذا هذه ميزة ديالها بأنك تتأقلم مع الظروف المناخية ديالها كيف ما كانت. هذه صنف نرجس، فهو كم كان الناس بزاف كيعرفوا هذا الصنف، وهو أول صنف كان تسجل في السجل الرسمي في 2008، كان هو المفتاح الخير ديال هذا البرنامج التحسين الوراثي ديال النباتات الزيتية، فهو أول صنف مغربي تسجل في السجل الرسمي. فهو يعني الصنف يعني الحقيقة ممتاز، واخا كتشوفوا هنا راه ما هذا، ولكن دائما الظروف اللي كاينة مناخية و حتى كما قلنا حتى داك جوج سقيات ولا ثلاث اللي داروا ما دار واحد الطريقه غير متجانسه لاكراهات عده، ولكن كيبان بان عندها ان بوتونسيال، يعني عندها ما تقول، وان شاء الله من بعد غادي نوافيكم بالنتائج ديال المردوديه ديال كل صنف على حده. غير هي بالمقارنه مع عاليه فهي اقل امكانيات من عاليه بطبيعه الحال، لان احنا ديما هذا اول صنف تسجل، وبالتالي فمن المنطقي ان ديما الاصناف اللي غتجي من وراء خاصها تكون احسن منه، لان هذا هو الشاهد عندنا دابا اللي كنشتغلوا عليه في التجارب ديالنا، هذا هو الشاهد، وكنحاولوا كاع الاصناف اللي كنستنبطوها تكون عندها مردوديه كتجاوز هذا الشاهد اللي هو نرجس. عندنا واحد اخر صنف تسجل في 2018 تسجل في السجل الرسمي اللي هو بركه. هذا الصنف بركه فهو سلاله نقيه بحال الشكل ديال نرجس، بحال الشكل ديال العاليه، بحال الشكل ديال المفيده، اذا هو سلاله نقيه انتم كتشوف. فهو جد فهي مثلا فهو صنف متاقلم مع قلة الماء، لأن درنا تجارب أخرى ولقينا بأن عندها كتميز بالإضافة إلى الإنتاجية العالية، كتميز بمقاومتها لبعض الظروف المناخية الصعبة بالخصوص الجفاف منذ فترة الإنبات. درنا مجموعة تجارب وعندنا دراسات قمنا بها ونشرناها اللي كتبين بأن هذا الصنف كيقاوم مرحلة الجفاف في فترة الإنبات، إذا هذه خاصية مهمة خاصة بأننا كنعرفوا دابا في الظروف الحالية حتى بعد خطرات يكون عندنا الجفاف حتى في بداية الموسم الزراعي، ولذا احنا محتاجين الأصناف على الشكل اللي كتقاوم الجفاف في مختلف مراحل النمو ديالها. إذا هذه البركة كما قلنا آخر صنف تسجل في 2018. واخيرا هذا الصنف هذا فهو ليلى هذا حتى هو بحال الشكل ديال العاديله، فهو صنف مركب كتشوفوا، فهو يعني عنده يعني لا باس به في هذه الظروف، هذه اعطى نتائج جيده لا باس بها، وان كان كما قلنا ديما عندنا مشكل ديال السقي هنا اللي كان بطريقه غير متجانس بالبتة. اذا كيف ما كان الحل، حنا هذاك الشيء علاش كنديروا لي بلوك، يعني عندنا لي بلوك الاول والثاني اللي هو حنا فيه دابا، والثالث اللي هو هنا لتحت، باش نيت كنحكموا على الاصناف، يعني من بعد غادي نديروا التحليلات الاحصائيه باش نعرفوا كل صنف الامكانيات ديالو في هذه الظروف هذه، وان شاء الله غادي نوافيكم بالتفصيل النتائج ديال لان ما كتشوفوا هذا البلوك الثالث. اذا هنا عاليه، انتم كتشوفوا الفرق بين هنا وبين لهيه، يعني كاين مساله ديال كما قلنا كما السقي،
يعني بعض الخطرات كان الساق كيدير في جهه وما كيدير في جهه تتاخر، كانوا اكراهات كثيره، لان اول موسم حاولنا نستعملوا الساق هنا في محطه التجارب ديال الضويات. انا نسيت ما قلت لكمش بان احنا راه كنتواجدوا في محطه ديال التجارب ديال الضويات قرب مدينه فاس. اذا اول مره جربنا الساق وكان اكراهات، اذا ان شاء الله نتمنوا من القدام يكون عندنا امكانيه ديال باش نتحكموا في هذا السقي هذا ويكون متجانس. اذا هذه عاليه، هذه عادله سيف مركب، هذه مفيده، يعني شفنا هي الاولى في البلوك الثاني. هذه البركه كما قلنا، دونك كتميز حتى شويه ديال هي شويه بكريه شي شويه على الاصناف الاخرين. اذا هذه عاليه شفنا اللي تحدثنا عليها قبيله بإسهاب، عاليه. وهذه نرجس اللي هو الشاهد ديالنا، نتوما كتشوفوا هنا احسن من البلوك الثاني. يعني كيف ما قلنا التحليلات الاحصائيه هي اللي غادي تبين الامكانيات او الانتاجيه ديال كل صنف على حده. اذا هذه فكره موجزه ومقتضبه على هاد المنصه ديال الابتكارات اللي كتخص الاصناف السلجم ولا الكولزا اللي استنبطها المعهد الوطني للبحث الزراعي ما بين 2008 حتى 2018، يعني في هاد 10 سنين واحد عدد الاصناف اللي سجلنا حتى الساعه. وهناك المزيد ان شاء الله من الاصناف اللي جايه في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنوا انها تكون اكثر انتاجيه من هذه واكثر تاقلما مع الظروف المناخيه الصعبه. اذا من بعد غادي نشوفوا مصاد الابتكار ديال نوار الشمس والتورنوسون. اذا من بعد ملي طلعنا على المنصه ديال الاصناف ديال السلجم والكولزا، غادي نشوفوا دابا المنصه ديال الاصناف ديال التورنوسول. اذا سي ديمونستراسيون التورنوسول هنا غير باش نشوفوا واحد هنا الهدف، كان الهدف الاول ماشي كاين المقارنه بين الاصناف اللي هما ثلاثه الاصناف اللي مجربين هنا، ولكن الهدف الاول هو كنا بغينا نوريو للمزارعين الفلاحه اللي كيستعملوا التورنوسول بان الامكانيه ديال الزرع بكري في ديسمبر. اذا هذه التجربه راه كانت فعلا كنا درناها في ديسمبر 2019، ما عقلش بلي 11 ديسمبر 2019، باش نبينوا للناس بان الناس اللي باقيين كيتسناو حتى لشهر 2 وشهر 3 وهذا باش يدير التورنوسول مع الظروف المناخيه والتغيرات المناخيه، فخصنا اذا هذه التجربه كتبين بانه راه ممكن نزرعوا التورنوسول بكري، وها النتائج انتم كتشوفوها بعينيكم. اذا هنا مختلف الاصناف غادي نتحدثوا عليها. هذا صنف ليلى، هذا الصنف هو صنف هجين يعني ايبريد، سون فاريتي ايبريد امبورتي اللي كيستعملوا دابا المزارعين، هو الصنف دابا اللي كيستعملوا اكثريه ديال المزارعين في هنا في المغرب. غالبا ما كيزرعوا في شهر 2، كاين بعض الفلاح اللي كيجتهدوا تيزرعوا في شهر 1 ولكن قله نادره، ولكن هنا كننصحوا دابا باش يبقاو يديروه من ديسمبر. ها انتم كتشوفوا فهو متأقلم مزيان والانتاجيه ان شاء الله تكون مزيان. خاصه الظروف هذا تسقى شي مره ولا جوج فقط، يعني باش يدي بانو صافي. ها هو انتم كتشوفوا شو النتائج، يعني رغم الظروف الصعبه فهو يعني غادي يعطي ان شاء الله انتاجيه لا باس بها. هذا صنف ديال البحث الزراعي سليمه، هذا صنف كما قلنا ليلى هجين، هذا بوبولاسيون سون فاريتي بوبولاسيون سيليكسيوني بيان سور سومون سيرتيفي، كان مسجل في الكتالوج اوفيسيال، فهو صنف قديم في لينرا وكان كيتستعمل بكثره هاد الفلاحه، ولكن دابا كانت سوناكوس هي اللي كتبيع لا سومونس ديالو، ولكن للاسف ما بقاش هاد لا سومونس ديسپونيبل عند سوناكوس. وكاين فلاحه كيسالوني ديما على هاد الصنف، الناس اللي كيعرفوا التورنوس اللي كانوا كيديروا التورنوس في التسعينات، فهو عنده مقومات جد 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 ممتازه. ها انتم كتشوفوا هو متاخر اكيد
الدورة الزراعية طوال شوية من ديال الليلة، ولكن إن شاء الله كنأملوا ولا كننتظروا يعني بأن تكون الإنتاجية أحسن. هو جاي دابا في ستاد بوطون، يعني غادي يجي غادي يظهر قريبا، وغادي غادي غادي إن شاء الله تكون عنده إنتاجية ممتازة. إذن هانتوما كتشوفوا هنا غيبدا مرحلة الإزهار قريبا. ثم من بعد سليمة عندنا لا فاريتي إشراق، هانتوما كنشوفوا هاد لا فاريتي إشراق، فهي تاهي فاريتي جد جد مهمة، جد ممتازة اللي كتأقلم مع هادي. كان ممكن ديرها في أي وقت، ديرها حتى في نوفمبر حتى في أكتوبر، ما عندهاش المشكل، لأن كتأقلم مع الظروف ديال المناخ البارد، تتأقلم البرودة أكثر من الأصناف الآخرين. غير على حساب هاد الصور اللي كنشوفو دابا مجموعين، شحال من واحد يقول لك واه ما باينش الفرق، وربما كاع السنين ما كتبان هنا حسن. هنا في الظروف كنا قلنا استثنائية، لأن هذا العام المتتبعين غادي يلاحظوا بأنه ما كانش عندنا البرد هذا العام، كان البرد ناقص بزاف، وعليه فأنه مثلا ما غاديش يبان لنا الفرق بزاف. ولكن لو كان مثلا درنا هاد التجربة في منطقة باردة بحال اللي كنديرو في العناصر، في محطة التجارب ديال العناصر، كيبان لك الفرق، كيبان لك بأن إشراق كتقاوم البرودة أكثر من الأصناف الأخرى. هي بدات إشراق، بدات تتخرج تاهي، سميتو بدات مرحلة الإزهار، وغادي نكون المهم هو في آخر المطاف غادي نشوفوا الإنتاجية ديال كل صنف على حدة. واللي كنقول المهم هو أن نبينوا الناس ونبرهنوا الناس بأن الزرع البكري ديال ديسمبر فهو ذو فائدة. إذن هنا هذا البلوك الأول كما التجربة ديال الكولزا، هنا درنا ثاني ثلاثة ديال البلوك باش يكون عندنا واحد، باش نحط تقييم موضوعي وعادل بالنسبة للأصناف كلها. إذن هنا سليمة، شفنا سليمة كيفاش كانت ليه، ها سليمة كيفاش كانت البلوك الأول، ها سليمة كي داير البلوك الثاني، ها هذه هي الهيتروجينيتي، عدم التجانس ديال التيران ولا ديال لا كوندويت تكنيك اون جينيرال، هادشي اللي كتعطينا. ها هادي ليلى، هادي ليلى كتشوفوا هنا التجانس، علاش؟ لان سي اون فاريتي ايبريد، العكس ديال عندي فاريتي بوبولاسيون كتكون شويه ديال الهيتروجينيتي. اذن هنا الجنس ليلى هو مزيان، وهنا اشراق، اشراق حتى هي، حتى هي بوبولاسيون بحال الشكل ديال سليمه. اذا كتشوفوها هو في نفس البلوك، ها الفرق. اذا المشكل ديال ديما ديال عمليه السقيه كان مشاكل ديال لا كوندويت الى اخره. وهنا البلوك، هنا البلوك الثالث، هنا سليمه، هنا اشراق، شوفوا هنا اشراق كي دايره، وهنا ليلى. اذا هاد اللي لاحظتوا هنا في هاد البلوك الثالث، لي كونديسيون تي بلو ستريسونت، يعني الظروف كانت فيها اكراهات كثيره، وكان في واحد النوع ديال الاجهاد، وبان الفرق هنا بين الاصناف، بانت بين اشراق هنا كتميز على لي فاريتي الاخرى. هنا في نفس لي كونديسيون شو اشراق كي دايره، وهنا شو سليمة كي دايرة، نفس الظروف نفس البلوك يعني، وشو ليلى كي دايرة. يعني هنا باش تاخدو فكرة على المسألة ديال يعني ما يسمى بالانتراكسيون، الانتراكسيون فاريتي مع الميليو، أو التفاعل ديال الصنف مع الوسط ديالو فين كيكون. عرفت بأن هنا الفوق داروا شي دوز إيريغاسيون، بار كونتر البلوك الثاني والثالث داروا إن سول إيريغاسيون لإكراهات فوق الطاقة ديال العاملين هنا. إذن فوالا، نحنا خدنا فكرة مهمة شنو غنستنتجو من هنا، بأنه هنا ماشي مشكل الأصناف، بقدر ما هو مشكل ديال تأخير ديال البذر، هو اللي كي يضر كثير بالإنتاجية ديال التورنسول في بلادنا. واخا كنسمعوا سبعة القناطر في القطار، ستة، عشرة، 12، هادشي قليل في حق التورنوسول اللي عندها بوتونسيال كبير.
علاش ملي كتجي تشوف تتلقى المشكل الاول هو البذر المتاخر. الناس بزاف بقى كدير في مارس، كاين اللي كيدير حتى لافريل للاسف. وثم كاين مشكل اخر اللي كيتعلق بالزريعه عند شي فلاحه، ماشي الجميع. الناس الحمد لله وعات وبدات كدير البذور معتمده، ولكن باقي واحد النسبه كدير البذور مجهوله الهويه والمصدر. تيمشيو للسوق وكيكيلوا الزريعه وكيغرضوا زرعوها، وكيبان الانتاجيه ضعيفه، وكيبانوا الامراض اللي منهم دابا الشوال الخروف ديال التورنسول اللي بدا كيظهر عندنا في المغرب منذ 2016. اذا كنشجعوا دائما الفلاحين انهم باش يديروا البذور المعتمده ويزرعوا بكري ويديروا ان بون كوندويت، ويديروا واحد المسار تقني ممتاز باش يوصلوا واحد الانتاجيه جيده.